بسم الله الرحمن الرحيم. الرياضيات السنة السادسة ابتدائي، نستأنف مع الصفحة رقم 85. طبعا التمارين سبق حلها، لا بأس من إعادتها للإفادة. إذن حساب ذهني سريع، طبعا ألاحظ بأن 74.25 مضروبة في 100 تساوي 7425. طبعا نتحدث هنا عن ضرب عدد في 100، عندنا 74.25 مضروبة في 100. إذن طبعا كما نلاحظ بأننا نزيح الفاصلة برقمين على اليمين، طبعا عند الضرب نزيح الفاصلة برقمين إلى اليمين طبعا، وعند القسمة على 100 نزيح الفاصلة برقمين إلى اليسار. لنفترض بأننا نريد قسمة 7425 على 100، في الحقيقة الفاصلة هنا راه موجودة بجانب الخمسة، على يمين الخمسة، هي موجودة على يمين الخمسة. طبعا 74.25 مضروبة في 100، في الحقيقة عندنا في النتيجة 7425 فاصلة مجموعة أصفار. الأصفار الموجودة على يمين الفاصلة لا يعتد بها، لذلك نحذفها. أما الفاصلة فهي موجودة في الحقيقة. إذا قسمنا مثلا 7425 على 100، طبعا سنزيح الفاصلة مرة أخرى إلى اليسار، فتصبح عندنا 74.25. إذا قسمنا 7425 على 100 عكس الضرب، سنزيح الفاصلة إلى اليسار برقمين، ما دام أن 100 تتضمن صفرين. مثلا لو ضربنا 74.25 في 10، طبعا سنزيح الفاصلة برقم واحد إلى اليمين، تصبح عندنا 742.5. وإذا ضربنا مثلا 74.25 في 1000، طبعا سنزيح الفاصلة بثلاثة أرقام إلى اليمين. طبعا احنا عندنا يلا رقمين هنا، نكمل بالصفر، اذا فيصبح عندنا 74250، فتصبح عندنا النتيجة 74250. وكذلك اذا ضربنا مثلا في 10000، طبعا سنزيح الفاصلة بخمسة ارقام الى اليمين عند الضرب، ونزيحها بخمسة ارقام الى اليسار عند القسمة على هذا العدد. طبعا مثلا 74.25 مضروبة في 10000، طبعا سنزيح الفاصلة بأربعة أرقام إلى اليمين، مادام أن 10000 تتكون من واحد ثم من أربعة أصفار. 74.25 نزيح الفاصلة بأربعة أرقام إلى اليمين عند الضرب في 10000 مثلا، إذن فتصبح عندنا 742500. 742500. طبعا هاد 742500 إلى قسمنا على 10000، طبعا نعيد الفاصلة إلى مكانها، وهكذا. إذن أحسب ذهنيا 87.51 مضروبة في عدد ما، فنحصل على 8751. طبعا فلنلاحظ الفرق بين العددين، في النتيجة أننا أزحنا الفاصلة برقمين إلى اليمين، يعني كأننا حذفنا الفاصلة. لماذا؟ لأن 8751 فاصلة مجموعة أصفار، لأن 8751 فاصلة مجموعة أصفار، إذا نحذف الأصفار ونحذف الفاصلة. ماذا وقع هنا؟ إذا طبعا أزحنا الفاصلة برقمين إلى اليمين، وبالتالي حذفنا هذه الفاصلة والأصفار الموجودة على يمينها. متى يحدث هذا؟ عندما نضرب في 100، لأننا أزحنا الفاصلة كما نلاحظ برقمين، وبالتالي فنحن ضربنا 87.51 ضربناها في 100. كذلك إذا انتقلنا إلى عدد ما نضربه في 100 فنحصل على 10432. إذا ماذا يكون هذا العدد؟ طبعا يكفي أن نزيح الفاصلة إلى اليسار برقمين في هد النتيجة. إذا عندنا 10432، فنحصل على 104.32. إذا هذا هو العدد الذي ضربناه في 100، فحصلنا على 10432. ثم إذا ضربنا 0.67 في 100، فعلى ماذا سنحصل؟ طبعا سنحصل على 67. طبعا نزيح الفاصلة إلى اليمين برقمين فنحصل على 67. ننتقل إلى أنشطة الاستثمار والتقويم. يتكون الشكل التالي من مربع ABCD ضلعه 1 سنتيمتر. إذا نتكلم عن المربع الأخضر، كما نلاحظ نتكلم عن المربع الصغير الأخضر. يتكون الشكل التالي من مربع ABCD ضلعه 1 سنتيمتر. إذن هذا المربع ضلعه 1 سنتيمتر. ومن ماذا يتكون هذا الشكل؟ ومن أربعة أرباع دوائر.
كما تلاحظوا باننا عندنا اربع دوائر، عندنا اربع دوائر، يعني ما عندناش الدوائر كامله، عندنا كل دائره تناخذ منها فقط الربع ثم نضعه في الشكل. مثلا عندنا ربع دائره صغير، ثم عندنا ربع دائره اكبر منه، ثم ربع دائره ثالث اكبر منه، ثم ربع دائره رابع اكبر من هد الاربع السابقه، ثم ومن اربع دوائر مراكزها رؤوس المربع، ومن اربع الدوائر مراكزها رؤوس المربع. طبعا تنمشيو للرؤوس ديال المربع، ثم نضع شوكة البيركار، ثم ندير ناخذ من هذه الدائره التي نحصل عليها طبعا بعد ان نضع شوكة البيركار طبعا في احد رؤوس المربع، ثم ندير حتى نحصل على ربع دائره. مثلا في الربع الدائره الصغير طبعا واضح باننا وضعنا شوكة البيركار في راس المربع ا، هذا ا هو راس المربع، ثم عندنا بي هذا راس مربع، ثم سي هذا راس مربع اخر، ثم دي هذا راس مربع الاخر. نتكلم عن جوانب المربع، هذه تسمى رؤوس المربع. فمثلا اذا اخذنا ربع الدائره الصغير، واضح باننا وضعنا شوكة البيركار في الراس ا، ثم وضعنا القلم على الرأس دي، ثم أننا أدرنا حتى حصلنا على دائرة صغيرة، ثم أخذنا منها هذا الربع. ولكن كيف حصلنا على هذا الربع؟ طبعا محيط ربع هذه الدائرة الصغيرة ينطلق من دي، ثم يتقاطع مع نصف المستقيم بأ، ثم يتقاطع مع نصف المستقيم بأ، كما نلاحظ بأن بأ هو ضمن شعاع ربع الدائرة التالية. طبعا كما تلاحظوا بأن بأ غيكون ضمن شعاع الدائرة التالية، ثم ننتقل إلى ربع الدائرة التالية. طبعا واضح بأننا وضعنا شوكة البيركار في الرأس بي، نتكلم عن رأس المربع الأخضر بي، ثم وضعنا القلم في ملتقى بأ مع ربع الدائرة الذي وضعناه قبلا. إذن واضح بأننا وضعنا شوكة البيركار في الرأس بي، وضعناه في رأس المربع الأخضر بي، ثم وضعنا القلم طبعا في ملتقى بأ ونهاية ربع الدائرة السابق، ثم أننا ندير حتى نحصل على دائرة، ثم نأخذ ربع الدائرة الثاني، واضح بأننا وضعنا شوكة البيركار في النقطة بي، يعني في رأس المربع الأخضر بي، ثم انطلقنا بربع الدائرة الثاني من نهاية ربع الدائرة الأول إلى حدود نصف المستقيم سبي، إلى حدود نصف المستقيم سبي، وهكذا. ثم فيما يخص ربع الدائرة الثالث، وضعنا شوكة البيركار في النقطة سي، يعني على رأس المربع الأخضر سي، ثم وضعنا القلم في نهاية ربع الدائرة الثاني، ثم انطلقنا به من حدود ربع الدائرة الثاني إلى حدود نصف المستقيم دسي، وأيضا بالنسبة لربع الدائرة الأخير الرابع الأكبر طبعا. إذن وضعنا شوكة بيركار في رأس المربع الأخضر دي، ثم انطلقنا بهد ربع الدائرة من نهاية ربع الدائرة السابق إلى حدود نصف المستقيم الدي. طبعا من نهاية ربع الدائرة السابق، يعني ربع الدائرة الثالث، إلى حدود نصف المستقيم الدي، وهكذا حصلنا على هذا الشكل. المطلوب هنا أحسب محيط الشكل، الخط الملون بالأزرق. إذن سنحسب محيط الشكل، المطلوب هو حساب محيط الشكل، الخط الملون بالأزرق. إذن نتكلم عن حساب محيط الشكل ككل، سنحسب طول الخط المحيط به، سنحسب طول الخط المحيط بهذا الشكل. نتحدث عن الخط الأزرق، كما نلاحظ بأن محيط هذا الشكل هو مكون من محيط هاد أربع الدوائر التي رأينا، زائد هذا الخط الأخير الذي يمثل شعاع الدائرة الأخيرة الأكبر طبعا التي أخذنا منها هذا الربع. إذن فلنبدأ أولا بحساب محيط ربع الدائرة الأول، كما تلاحظوا بأن الشعاع ديالها هو أدي، الشعاع ديالها هو أدي، و
وبالتالي في الشعاع ديالها هو 1 سنتيمتر. اذا طبعا كما تلاحظوا بان المحيط ديال الدائره تساوي بي في الدي او تساوي بي في 2 ار، في 2 ار يعني 2 شعاع. اولا محيط الدائره ككل، نحسب محيط الدائره الصغيره طبعا، ثم نقسم هذا المحيط على 4. محيط هذه الدائره نطبق القاعده، اذا عندنا الشعاع هو 1، اذا نضرب الشعاع في 2 حتى نحصل على 2 ار، اذا فنحصل على 2 طبعا 2 سنتيمتر، ثم نضرب هذا 2 في 3.14 فنحصل على 6.28. طبعا المحيط سيكون هو 6.28 نقسم 6.28 هذا محيط الدائره الصغير على 4 فنحصل على هذا الربع، فنحصل على قياس الربع الذي عندنا في الشكل 1.57 سنتيمتر. ثم ننتقل الى الربع الثاني، حطينا الشوكه ديال بيركار في ا، ثم القلم في الدي، ثم ادرنا، ثم حصلنا على هذا النهايه، فحصلنا على هذه القطعه الاخيره التي تحدد ربع الدائره طبعا. اذا هذه القطعه الاخيره تساوي ايضا 1 سنتيمتر، نضيف لها ضلع المربع الاخضر. هذه القطعة الأخيرة من ربع الدائرة الأول هذه نفس قياس الدي، هي بنفس قياس الدي، وبالتالي فقياسها 1 سنتيمتر. نضيف لها قياس أبي، نضيف لها قياس ضلع أبي، فنحصل على 2 سنتيمتر. إذا قياس هذه القطعة ككل هو 2 سنتيمتر. طبعا هذا القياس هو شعاع الدائرة الثانية التي سنأخذ منها هذا الربع، شعاع الدائرة الثانية هو 2 سنتيمتر. إذن نضرب 2 في 2 حتى نحصل على القطر، نضرب 2 في 2 حتى نحصل على القطر، إذن فنحصل على 4، ثم نضرب 4 في 3.14 فنحصل على 12.56. 12.56 نقسمه على 4 فنحصل على 3.14، 3.14 سنتيمتر. هذا محيط ربع الدائرة الثاني. ثم ننتقل إلى الدائرة الثالثة، كما نلاحظ بأننا عدنا في شعاع الدائرة الأولى 1 سنتيمتر، وعندما انتقلنا إلى شعاع الدائرة الثانية أضيف هاد الضلع ديال المربع ABCD. كلما انتقلنا إلى دائرة موالية كلما انضاف قياس هاد الطول، كلما انضاف قياس طول الحرف، كلما انضاف قياس بمقدار قياس حرف المربع الأخضر. بالنسبة للدائرة الأولى طبعا كانت عندنا 1 سنتيمتر، بالنسبة للدائرة الثانية كانت عندنا في الشعاع 2 سنتيمتر، طبعا بالنسبة للدائرة الثالثة غتكون عندنا 3 سنتيمترات. علاش؟ طبعا كما تلاحظوا بأنه كلما انتقلنا من دائرة إلى دائرة إلا ونضيف قياس حرف المربع الأخضر. عدنا مثلا في الدائرة الأولى كان عدنا في الشعاع 1 سنتيمتر، ولما انتقلنا إلى ربع الدائرة الثاني انضاف لنا في القياس هاد قياس هاد الحرف اللي هو أبي. بالنسبة للدائرة الثالثة طبعا سنحافظ على نفس الشعاع، طبعا نأخذ قياس الشعاع السابق ثم نضيف له قياس الضلع السبي فنحصل على 3 سنتيمترات. إذن الدائرة الثالثة غيكون عندنا الشعاع هو 3 سنتيمترات، وبالتالي غنضرب 3 سنتيمترات في 2 فنحصل على 2 أه، ثم نضرب 2 أه في 3.14 لنحصل على محيط الدائرة ككل، اللي هو 18.84. إذن 3 مضروبة في 2 غتعطينا 6، ثم نضربها في 3.14 فنحصل على 18.84. نقسم الخارج على 4 فنحصل على 4.71 سنتيمترات. إذن هذا هو قياس ربع محيط الدائرة الثالث. ثم ننتقل إلى محيط الدائرة الرابع، طبعا سنضيف أيضا سنتيمترا على القياس السابق. طبعا عندنا قياس الشعاع السابق اللي هو 3 سنتيمترات، ثم نضيف عليه دي سي، ثم نضيف عليه قياس دي سي اللي هو 1 سنتيمتر فنحصل على 4 سنتيمترات. إذا طبعا محيط
الدائرة هناك كل هو 4 سنتيمترات، نضربها في 2 فنحصل على 8. هنا غتكون عندنا دو اغ، غتكون عندنا 2 اغ هنا، ثم نضرب 8 في 3.14 نحصل على 25.12. نقسم الكل على 4 فنحصل على 6.28، ثم نضيف هذا الخط الأخير لأنه حتى هو يدخل في محيط الشكل، لأنه أيضا يدخل في محيط الشكل. غتكون عندنا 1.57 محيط ربع الدائرة الأول زائد 3.14 محيط ربع الدائرة الثاني زائد 4.71 محيط ربع الدائرة الثالث، ثم زائد 6.28 محيط ربع الدائرة الرابع. طبعا المجموع سيكون عندنا هنا 15.7، ثم نضيف 4 سنتيمترات لقياس هذا الخط الأخير فنحصل على 19.7، فنحصل على 19.7. إذن هذا محيط الشكل ككل. طبعا تنعرفوا بأنه للحصول على محيط الدائرة نضرب الدي في بي، الدي طبعا هو 2 اغ اللي هو القطر، لو ديامتر في بي، بي هي 3.14، الدي هو 2 اغ يعني 2 الشعاع، نأخذ الشعاع نضربه في 2 فنحصل على الدي. عرفنا الآن كيف لنا أن نحصل على الشعاع. طبعا في الشكل عندنا فقط 4 دوائر، ما عندناش الدوائر كلها، عندنا فقط ربع 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 من كل دائرة، وكل دائرة عندها شعاع، وهاد الشعاع تتأثر بهاد الأضلاع ديال هاد المربع الصغير. يعني كلما انتقلنا إلى دائرة موالية، كلما انتقلنا إلى شعاع موالي لربع دائرة موالية أو لدائرة موالية، نأخذ ربعها طبعا، إذن كلما انتقلنا إلى شعاع موالي إلا وينضاف لنا قياس حرف هذا المربع اللي هو ABCD. طبعا المطلوب أيضا حساب مساحة الجزء الملون بالأحمر. طبعا لحساب المساحة أو للمحيط بالنسبة للدوائر نحتاج فقط الحصول على الشعاع. إلا حصلنا على الشعاع القاعدة معروفة، بالنسبة للحصول على محيط دائرة بريمتر تساوي دي في بي، يعني تساوي لو ديامتر في بي، إذن لو بريمتر تساوي ديامتر فوا بي، إذن تساوي القطر في بي. القطر تنعرفوا بأنه هو 2 اغ يعني 2 الشعاع، ثم بي هو 3.14، إذن عندنا القطر في بي. أما المساحة تتساوي R في R يعني R مربع في بي، كاين فرق، ماشي لو ديامتر فوا بي، هذيك ديال المحيط. المساحة تتساوي R مربع في بي، يعني تنشدو الشعاع اللي لقينا طبعا هنا، تنضربوه في نفسه عاد تنضربوه في بي، تنضربوه في 3.14. إذن هذه بالنسبة للمساحة. طبعا للحصول على مساحة الشكل طبعا الملون بالأحمر، لأنه ما ذكروش لنا مساحة الشكل ككل، كون ذكروا لنا مساحة الشكل ككل غتكون حاجة أخرى، غيكون هناك فرق. لو كان هنا المطلوب هو مساحة الشكل ككل، طبعا في النهاية غنزيدو مساحة المربع الأخضر، غنزيدو مساحة المربع الأخضر اللي هو 1 سنتيمتر مربع. طبعا 1 في 1 هو 1 سنتيمتر اللي هو 1 سنتيمتر مربع. طبعا هنا المطلوب هو حساب مساحة الجزء الملون بالأحمر، لأنه لو كان المطلوب هنا حساب مساحة الشكل ككل، هنا غنزيدو مساحة المربع الأخضر لأنه حتى هو داخل في مساحة الشكل. المطلوب هنا فقط هو حساب مساحة الجزء الملون بالأحمر، وبالتالي ماذا سنحسب؟ طبعا سنحسب مساحة 4 دوائر. كما تلاحظوا بأن الجزء الملون بالأحمر، كما تلاحظوا بأن المساحة الملونة بالأحمر، هذه المساحة مكونة من مساحة 4 دوائر. غنحسب مساحة الدوائر الأربع اللي عندنا الشعاعات الخاصة بها، غنحسب مساحة الدوائر الأربع اللي عندنا الشعاعات الخاصة بها، ثم نقسم كل دائرة على 4 فنحصل على ربع الدائرة الموجود عندنا في الحقيقة في الشكل. إذا عندنا ربع صغير، ثم ربع أكبر منه، ثم ربع أكبر منه، ثم ربع هو الأكبر. في النهاية سنجمع مساحة هاد الأربع، وبالتالي سنحصل على مساحة هاد الجزء الملون بالأحمر. أما إذا أردنا حساب مساحة الشكل ككل
في النهاية سنضيف لهذه المساحة باللون الأحمر سنضيف لها المساحة باللون الأخضر. الدائرة الأولى الشعاع ديالها هو 1 سنتيمتر اللي هو الحرف أد في الحقيقة. للحصول على المساحة غناخدو 1 سنتيمتر في 1 سنتيمتر يعني الشعاع في الشعاع، ثم غنضربو في 3.14. 1 في 1 يعني غيعطينا 1، غنضربو في 3.14 غيعطينا 3.14. إذا هنا راه المساحة ديال الدائرة ككل، ولكن غنقسمو على 4، غتعطينا 0.785، غتعطينا 0 سنتيمتر مربع فاصلة 785، يعني مواصلاش سنتيمتر مربع. ثم غننتقلوا الربع الدائرة الثاني. ربع الدائرة الثاني طبعا كما تلاحظوا عندنا الشعاع الأول، عندنا هاد القطعة زائد هاد الحرف أبي، غنحصلوا على شعاع ثاني للقياس ديالو 2 سنتيمتر، الذي قياسه 2 سنتيمتر. إذن هاد 2 سنتيمتر غنضربوها في نفسها، لأنه للحصول على مساحة الدائرة تنضربوا R في R، غناخدو 2 سنتيمتر مضروبة في 2 سنتيمتر، ثم نضربوها في بي وغنضربوها في 3.14، غنحصلوا على 12.56، ولكن هذه راه مساحة الدائرة ككل، غنقسموا على 4 غنحصلوا على 3.14. غننتقلوا لمساحة الربع الثالث. طبعا عندنا القياس الأول غنبقاو محافظين عليه، كما تلاحظوا بأن عندنا هذه القطعة تتساوي هذه القطعة الأخرى، إذا عندنا 2 سنتيمتر في الحقيقة. غنزيدوا عليها أيضا القياس السبي، غنزيدوا على القياس السبي. علاش؟ لأننا ما غنحطوش الشوكة ديال البيركار في بي، غنحطو الشوكة ديال البيركار في السي، يعني غنزيدوها الطريف، غنزيدو السبي. كون كنا غنحطو الشوكة ديال البيركار في بي غنحافظوا على نفس القياس الأول اللي كان عندنا، ولكن حنا بدلنا الموضع ديال الشوكة ديال البيركار. ملي تنقولوا بأننا بدلنا الموضع ديال الشوكة ديال البيركار، راه المقصود هي بأننا بدلنا المركز ديال الدائرة، راه المقصود بها بأننا بدلنا المركز ديال الدائرة. إذن طبعا في هاد الدائرة الثالثة حنا خضينا القياس الأول ديال هاد القطعة، ثم زدنا في الشعاع بهذا المقدار، زدنا السي بي، وبالتالي ولات عندنا دائرة أخرى فايتة الدائرة اللي قبل منها، فايتها بهذا السي بي، كما حصل طبعا بالنسبة للدائرة السابقة مع التي قبلها، كما حصل تماما للدائرة السابقة مع التي قبلها. إذن ها هو ولا عندنا المركز ديال الدائرة الثالثة هو السي، والشعاع ديالها مكون من السي بي زائد القياس السابق اللي هو 2 سنتيمتر، وبالتالي الشعاع غيكون عندنا هو 3 سنتيمتر. إذن طبعا للحصول على مساحة الدائرة غنديروا 3 في 3 اللي هي 9، وغنضربوها في 3.14، غنحصلوا على 28.26، غنحصلوا على 28.26 سنتيمتر مربع. طبعا هذه مساحة الدائرة ككل، غنقسموا على 4 وغنحصلوا على 7.065، غنحصلوا على المساحة اللي هي 7.065. إذن هذه مساحة الربع الدائرة الثالث. بقات لنا مساحة ربع الدائرة الأخير اللي هو الأكبر، فين غنحطوا الشوكة ديال البيركار؟ طبعا الشوكة ديال البيركار غنحطوها في الدي، وبالتالي فإن مركز الدائرة غيكون هو الدي. إذن طبعا عدنا في البداية عدنا الشعاع ديال الدائرة زيادة على القياس السابق ديال الشعاع الدائرة السابق، هناك هاد الزيادة ديال السي دي. قياس شعاع الدائرة السابق هو 3 سنتيمتر، ثم نضيف لهذا الشعاع السي دي، وبالتالي نحصل على 4 سنتيمترات. إذن هذا هو قياس شعاع الدائرة الذي سنأخذ منه هاد ربع المساحة. طبعا للحصول على مساحة هاد الدائرة كالعادة سنضع 4 في 4، غتكون عندنا 16، ثم نضربها في 3.14 فنحصل على 50.24، ثم نقسم هذا العدد على 4 فنحصل على 12.56. نقسم 50.24، نقسم 50.24 على 4 فنحصل على 12.56. إذن هذه مساحة الربع الدائرة الأخيرة. إذن في النهاية نجمع هاد المساحات. إذن طبعا سنضع 0.785، إذن سنضع 0.785 زائد 3.14 زائد 7.065 زائد 12.56، فنحصل على 23 سنتيمتر مربع فاصلة 55، فنحصل على 23 سنتيمتر مربع فاصلة 55. نستكمل في الحلقة القادمة، حياكم الله.
وإلى لقاء قادم بإذن الله.